رغم التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومتحوراته في مختلف أصقاع العالم، تواصل دولة الكويت مسيرة الخير والعطاء، وذلك تماشياً مع النهج الثابت للسياسة الإنسانية التي أخذتها على عاتقها، وتأكيداً على الدور الذي رسمته لها قيادتها الرشيدة بإغاثة المحتاج أينما كان. وركزت مساعدات هذا الأسبوع على النازحين واللاجئين للتخفيف من معاناتهم، لا سيما في ظل ما يمرون به هذه الأيام بسبب الشتاء القارس الذي يعمق الأزمة الإنسانية في المناطق التي يقطنون بها. وفي هذا الإطار نفذت جمعية الرحمة العالمية الكويتية مشروع إغاثة عاجلة ومتنوعة للنازحين في محافظة مأرب اليمنية، شمل توزيع مساعدات غذائية وإيوائية استفاد منها أكثر من 20,000 شخص ضمن حملة الكويت بجانبكم المستمرة منذ 7 سنوات. ومن الكويت دشنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية حملة شاحنات الكويت لإغاثة سوريا واليمن. وقال المدير العام للجمعية أن حملة شاحنات الكويت الإغاثية تأتي استكمالا لحملات الشاحنات الإنسانية التي دشنتها الجمعية منذ عام 2016 بفضل جهود وتبرعات المحسنين والداعمين من الكويت ودول الخليج العربي. وذكر أن الجمعية تميزت في تنفيذ هذه الحملة من خلال تجهيز شاحنات كبيرة لإغاثة سوريا واليمن، والتي تضم تبرعات مختلفة من مواد غذائية وتمور وطحين وملابس وكسوة وأحذية وبطانيات وشراشف وخشب وفحم للتدفئة ومنظفات صحية. وفي هذا السياق ومن عمان، أكد الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية الكويتية سعد العتيبي حرص الجمعية على رعاية الأيتام وتربيتهم وتأمين المأوى لهم من خلال كفالة شاملة تؤمن الرعاية أيضا لأمهاتهم حفاظا عليهم في جو أسري. وجاء ذلك خلال حفل تكريم نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي الكويت ل50 من حفاظ القرآن الأيتام المقيمين في مراكز الإيواء التابعة للجمعية في الأردن، ضمن حملة تشمل أيضا توزيع العون الإغاثي على اللاجئين السوريين. وبمناسبة الذكرى 56 لإشهار جمعية الهلال الأحمر الكويتي في 10 يناير عام 1966، أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور هلال الساير أن الجمعية ستظل داعمة لكل جهد إنساني تماشيا مع النهج الثابت لسياسة دولة الكويت الإنساني. وأشاد الساير في كلمته بدور وجهود كل من أسهم في دعم العمل التطوعي من أجل إبراز دور الكويت الإنساني وحرصها على المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى خدمة الإنسانية والفئات المحرومة وضحايا الكوارث الطبيعية، وقال إن الجمعية دؤبت